أما الآن مع قصيدة والشاعر سعد بن عوضة آل شايع، فتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أولا نبارك للمتزوج ونقول لك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أقول من وفلي لا بدالي لازم ما قد تعذر، من وفلي لا بدالي لازم ما قد تعذر. يا بنات الفكر هاتي من شرايدك الفريدة، خابرينك لا حبكتي ما كتبتي غير ندر، ولك حضور ما يغبى والمنابر لك شهيدة. عادل عادل ابن محمد ابن اللي لهم فعل مسطر، ابن طلبان المنية ورث الأمجاد التليدة، منبهيا مثل وجمل حضوره كل محضر، لا وقف سد اللزوم بأمره تنوخ العنيدة. منبهيا مثل وجمل حضوره كل محضر، لا وقف سد اللزوم بأمره تنوخ العنيدة. مثله شرواه جعل الله من أمثاله يكثر، يوم غيره ما ظفر بالجيدة وانكفت ايده، ويجعل الجنة مقر محمد بالطيب يذكر. راح لكن عقب رجال محازمها جويدة، وابن عمي له علي حقوق ما فيها تخير، يبشر بعزه ليا منه دعاني جيت سيده، وكل شهراني أعده لي ابن عمنا ومدخر نوم عيني، كل محزم والحمية في وريده. ايه شهران العريضة لابتي والفخر يفخر، دون التاريخ عنهم دولة العزة المجيدة. من بعض ما دونه حرب جرت والليل يمطر، يا طناخة روس نيران على العادية وقيدة. قالها من ربعه قحافة وصبيان بن حدبر، تاج راسه محزمه وساعة الشدة رصيدة. سلامتكم.